انا راح اروح ويا بابا. قولي باي. شنو؟ قولي باي. بابا. بابا. ايش بيه بابا؟ بابا. تحبين بابا لو جدو؟ جدو. جدو علي؟ شنو؟ افتح لكي اياه. شنو؟ افتحها. انطيني. انطيني بوسه يلا. ما الله انا على ابو العطر اذا ما افتح لك اياه. اوكي قولي اوكي. اوكي ياخذون وياك صوره. شو يقولون هاي ناي؟ يا بعد روح ناي. شاي وين قاعده؟ تحبين ماما؟ ماما. يا بعد روح ماما. مساكم الله بالخير والعافية والمحبة والسعادة والورد هذا الحلو، واتمنى لكم يوم جميل مليء بكل الأشياء اللي تحبوها يا رب، وإن شاء الله يمر يومكم مثل ما أنتم تحبون وتريدون. هذا الورد حيل أحبه، قبل لا يذبل قلت أمسي عليكم، وبنفس الوقت أتمنى لكم يوم جميل حبايبي. الله يسعد لي أوقاتكم. أي حلوين، شو الأخبار؟ قولوا لي إن شاء الله تمام. بما أنه عيد الحب قرب وأغلبكم مهتمين بهذا اليوم الجميل اللي هو أجمل يوم بصراحة، فقاعدين تسألوني يا كيكاتي الحلوات شهد شناخذ هدايا لأزواجنا لأحبابنا، أنت شحدزين هدية؟ شوفوا خلقكم شغلة اعتمدوها بالحياة. أي بنية مثلا تعرف زوجها شي يحب وشي يريد على ضوءه هي لازم تشتري الهدية. أي حبيبة من حبيباتنا تعرف حبيبها شنو يحب ودارسته وفاهمته عدل، يعرف مثلا هاي الشغلة لما حتاخذيه هي حيستفاد منها أو حتمر مرور الكرام أو حتتصور وبس. فأنت مو بالضرورة أنه تاخذي له شغلة بس مجرد يقول مثلا ها أنه جابت لي هاي الشغلة على مود أصورها أو بقيمتها أو ما أعرف إيش. لا أبدا أبد 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 مو هيك الحب. أنت فكري هو شنو يحب، على هذا الأساس خذي له هدية يستفاد منها. يعني أنا وفهد قبل صراحة قبل ما فاهمين اللعبة ما فاهمين الدرس، إنه إحنا أمشي عندنا واحد يجيب للثاني هدية أو الدارج مثلا يكون إكسسوري أو مثلا شغلات كلش تقليدية، ما واحد عارف الثاني زين. بعد مرور علاقة 3 سنوات والحمد لله اليوم عندنا بنوتين حلوين مثل القمر، صار واحد يعرف الثاني شي يحب. أنا أعرف فهد شي يحب وفهد يعرفني أني شنو أحب. فكنا قبل والله يعني هيك ويا الهبة فرت عرس نجيب هدية حالنا حال أي شيء نشوفه بالسوشيال ميديا. هسه لا، قمنا نستوعب مثلا أني لما أجيب شغلة راح أعرف مثلا فهد حيستفاد منها وهو كذلك. فأنتوا أيضا بنات وشباب نفس الحالة لازم تعرفون الحبيب أو الحبيبة شنو يحبون، وكون الهدية اللي حتجيبوها حيستفادون من عدها، مو بس تنضموا فقط هاي هدية. لا عرفتوا فهمتوا قصدي؟ ها حتى تكونون بالصورة أكثر. طبعا الهدية مو بقيمتها أبد أبد، لا تفكرون الهدية بقيمتها ولا تنغرون بالأشياء اللي تشوفوها أمامكم. ما لكم علاقة بالناس شو تجيب وشو تودي وشو تحط وشو تاخذ أبد. يمكن هذه الوردة كبيرة وثقيلة لما تقدميها هدية، ويمكن هاي ما تأثر، يمكن مقابل ما يحب الوردة، مو بالضرورة عرفتوا. يمكن خبر انت ضامته من فترة اوكي راح تقولي لي بالتوقيت الصح يعتبر احلى هدية. يعني تذكرون اني من كنت حامل بوتر بعيد ميلاد فهد فاجأته بالخبر انه اني حامل، فهذا يعني لحد اليوم يقولي هاي احلى هدية تقدمت لي بعيد ميلادي. فالهدية يا حبيباتي يا بناتي يا خواتي يا قليباتي انتو ابد مو بقيمتها، لا تفكرون الهدية بقيمتها وتغركم المظاهر والشو والولول نهائيا. أخذوا الشيء اللي له قيمة ويترك أثر بالقلب أكثر مما تأخذون شيء. يلا هواي سولفت وياكم، ما أريدكم تملون من عندي، المهم الفكرة وصلت لكم وجعل أيامكم كلها حب وسعادة ومليانة بكل الأشياء الحلوة، وما يمر يوم بحياتكم إذا مو أنتم مشحونين بالحب. أحبكم يا قمر. فهد هسه حيرة ايش حتجيب لي هدية؟ والله حبيبي يعني أنا أفضل يعني هواي جبت لك معدن ألماس ألماس ألماس، كيف ما أجيب لك فشي تستفادين؟ أنت لازم تعرف شنو أحب وأريد. حب وش تحبين غير الألماس والإكسسوارات؟ لا لا عاد بعدك ما تعرفني.
صدق والله العظيم. بسيطة انت والله ابسط. انا ابسط ورد يا حبيبي والله ابسط من البساطه. تحبين ورد؟ بعدك ما عارفني ايش تحبين. انت لو عارفني وفايت باعماق قلبي كان عرفت انا اريد ابدل هذا البيت.